أفضل الأطعمة قليلة السكر والكربوهيدرات المثبتة علميا تناولها مفيد لمرضى السكري والوزن الزائد، ستكتشفها في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتمة للجزء الأول الذي خصصناه ل15 طعاما قليل إلى منعدم السكر والكربوهيدرات، ففي الحالي سنواصل رحلتنا مع قائمة من الأغذية الأخرى التي يعد تناولها كذلك مفيد لمرضى السكري والراغبين في التخلص من الوزن الزائد، والتي سنكشف عنها الستار بتفصيل فيما يلي. 1. الكرفس. يحتوي الكرفس على الكثير من العناصر الغذائية المهمة لمختلف وظائف الجسم، حيث بتوفره على المغنيسيوم فهو يسهم في التخلص من الأرق، في حين باحتوائه على الفلافونويد أحد أنواع مضادات الأكسدة فهو يشارك في منع تشكل الخلايا السرطانية. وأخيرا فيما يخص الكربوهيدرات، فالكرفس ينتمي لقائمة الأطعمة المفتقرة على مستواها، وذلك بتوفيره لثلاث غرامات فقط لكل 100 غرام. 2. الكوسة. تعزى أهمية الكوسة إلى عناصرها الحيوية المختلفة، إذ بغناها فيما يهم البوتاسيوم فهي تعمل على تنظيم ضغط الدم، أما بتوفرها على نسب مهمة من الفيتامينات البائية فهي تدعم سلامة الصحة العقلية والنفسية، في حين ما يهم الكربوهيدرات فهي كالغذاء السابق تقدم ما تعادل كميته تقريبا 3 غرامات لكل 100 غرام. 3. الفجل. قد تعود أهمية الفجل إلى عناصره الغذائية المهمة المتمثلة خاصة في الفيتامين جيم الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة، في حين بغناه كذلك فيما يخص الألياف الغذائية فهو يساعد على الأداء السليم لعمليات الهضم. وأخيرا فيما يخص عناصر موضوعنا، فالفجل لا يختلف كثيرا عن الغذائين السابقين من حيث الكمية التي يوفرها من هذه الأخيرة، والتي تعادل 4 غرامات تقريبا لكل 100 غرام. 4. الزيتون. لطالما اشتهر الزيتون بفوائده الغذائية اللامحصورة التي يقدمها للجسم، حيث بغناه على مستوى الدهون الأحادية غير المشبعة فهو يحارب أمراض القلب والشرايين، أما بضمه للأوليوروبين أحد أقوى الفينولات فهو يقلل من مختلف الالتهابات كالتهاب المفاصل على سبيل المثال، في حين ما يخص الكربوهيدرات فالزيتون يقدم 6 غرامات منها لكل 100 غرام. 5. السبانخ. ما يلفت انتباه الكثيرين منا هو احتواء السبانخ على كميات مرتفعة من الألياف الغذائية والماء اللذان يسهمان في الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، أما توفرها فيما يخص الفيتامينان ألف وسين فهي تساعد على تعزيز جهاز المناعة. وأخيرا ما يهم الكربوهيدرات، فالسبانخ شأنها شأن الأطعمة السابقة تفتقر على مستواها، وذلك بتقديمها لسبع غرامات لكل 100 غرام. 6. البصل. قد يرجع الاستهلاك المتنامي للبصل بالإضافة لمذاقه المتميز الذي يضفيه على الأطعمة المطهوة إلى عناصره الغذائية التي يذرها على الجسم، فكما أشارت العديد من الدراسات العلمية فإن الكروم المتوفر بنسب مهمة في البصل يعمل على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، ودائما بنفس العنصر الحيوي فإن البصل يعمل كذلك على تقليل معدلات الكوليسترول الضار مقابل الرفع من الجيد منه، الشيء الذي يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، في حين ما يخص الكربوهيدرات فغذاؤنا يقدم 9 غرامات منها لكل 100 غرام. 7. الأفوكادو. من أبرز الفوائد التي تقدمها فاكهة الأفوكادو علاوة على الدهون الأحادية وغير المشبعة الواقية من أمراض القلب والشرايين هي غناها على مستوى مضادات الأكسدة مثيل البيتا كاروتين والفيتامين هاء المكافحة للتجاعيد والواقية من أشعة الشمس فوق البنفسجية. وأخيرا ما يهم عناصر موضوعنا، فالأفوكادو توفر 9 غرامات منها لكل 100 غرام. 8. الليمون. ما لا يخفى عليك هو غنى الليمون بالفيتامين سي الداعم لسلامة جهاز المناعة والمسهم بفعالية في تكوين الكولاجين المكون الأساسي للجلد والشعر، وبتوفره كذلك على تراكيز مهمة من حمض الستريك فهو يساعد على منع تكون حصى الكلى وتبلورها، في حين ما يهم الكربوهيدرات فالليمون يوفر شأنه شأن الأفوكادو 9 غرامات فقط لكل 100 غرام. 9. الجريب فروت. كثيرا ما نلاحظ تصدر الجريب فروت
قائمة الأطعمة المسهمة في خسارة الوزن، وذلك راجع بالإضافة للفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها إلى سعراته الحرارية المنخفضة مقابل ارتفاع أليافه الغذائية. وبشكل دقيق، فمئة غرام من الجريب فروت توفر ما تعادل كمية 11 غراما من الكربوهيدرات. 10. المشمش. يقدم المشمش العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، أبرزها البيتا كاروتين والفيتامين ألف المحاربان لداء العيون المسمى بالعشا الليلي. وبالإضافة لهذان المركبان الحيويان، فالمشمش يحتوي كذلك على الحديد المعدن الضروري لوظائف الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء. وأخيرا فيما يخص الكربوهيدرات، فالمشمش كسابقه يوفر كذلك 11 غراما لكل 100 غرام. 11. الجوز. على غرار الأطعمة السابقة، فما يميز الجوز المعروف بعين الجمال كذلك هو توفره على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، إذ باحتوائه على أحماض الأوميغا 3 فهو يسهم في تقوية الدماغ، أما بضمه للمضادات الأكسدة فهو يقي من السرطان. في حين ما يهم الكربوهيدرات، فالجوز يقدم 14 غراما لكل 100 غرام. 12. الفول السوداني. لا يختلف كثيرا الفول السوداني عن الجوز من ناحية القيمة الغذائية، إذ بتوفره على كميات مهمة من الألياف فهو يحسن من صحة الجهاز الهضمي، في حين بغناه على مستوى النحاس فهو يساعد على امتصاص الحديد في الجسم وبالتالي الوقاية من فقر الدم. وأخيرا فيما يخص الكربوهيدرات، فالفول السوداني يقدم 16 غراما لكل 100 غرام. 13. الجبن. ينتمي الجبن لقائمة مشتقات الحليب الأذيع صيتا من حيث القيمة الغذائية، وذلك لاعتباره مصدرا مهما للكالسيوم المعدن المفيد لصحة العظام والأسنان، أما بتوفرها أيضا على كميات مرتفعة من البروتين فهو يشارك بفعالية في بناء النسيج العضلي. في حين ما يخص الكربوهيدرات، فالجبن يقدم ما يقارب غرامين ونصف لكل 100 غرام. 14. الزبادي اليوناني. لعل أول عنصر حيوي يربطه ذهنك بالزبادي اليوناني هو مجموعة المتعضيات المجهرية المسماة البروبيوتيك المشهورة بأدوارها الموازنة لمعظم وظائف الجهاز الهضمي وحتى المتعلقة بصحة القلب والشرايين. أما فيما يهم عناصر موضوعنا، فالزبادي اليوناني يفتقر على مستواها، وذلك بتوفيره لأربع غرامات منها لكل 100 غرام. 15. الماء والقهوة والشاي. على نفس منوال الأطعمة السابقة، فإن الماء والقهوة بالإضافة للشاي يندرجون كذلك ضمن الأشربة المفيدة جدا لمرضى السكري والراغبين في خسارة الوزن نتيجة لخلوهم من الكربوهيدرات، وهذا دون التواري طبعا عن الفوائد اللامحصورة التي يمدون بها الجسم كالوسط المثالي للتفاعلات الخلوية بالنسبة للماء ومضادات الأكسدة لكل من الشاي والقهوة. ختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد فدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول الأطعمة الخالية إلى قليلة الكربوهيدرات. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.